عمليات اللوز والنحمية أحد العمليات الشائعة، وتعتبر أكثر عملية بتتعمل في معظم البلاد العربية يعني وأمريكا كمان، لأن هي عملية أحيانا بتبقى طبعا مطلوبة، تكرار التهابات اللوزتين، وجود لحمية في سقف الحلق، انقطاع تنفس أثناء النوم، التهابات متكررة في الأذن الوسطى، التهاب في الجيوب الأنفية، كل دي أسباب نخلينا نعمل عملية اللوز واللحمية. السن المناسب في الأطفال أنا لا أنصح قبل 3 سنين أنه يعمل عملية، إلا لو كان عنده obstructive sleep apnea وحجم اللوز كبير وتعيقه عن التنفس ممكن نعملها. إنما الطبيعي إن احنا نستنى 3 سنين عشان بس ندي فرصة للمناعة الطبيعية، اللي اللوز أحد الأدوات بتاعة المناعة في الجسم، إنها تشتغل بشكل جيد وتاخد فرصتها كاملة. لكن بعد كده المناعة بتنتقل إلى النخاع الشوكي في العمود الفقري بعد سن 3 سنين، فأنا لا أنصح قبل 3 سنين تتعمل إلا في حالات انسداد وانقطاع التنفس أثناء النوم. ولكن مفيش عمر لاستئصال اللوزتين، أي وقت أنا أقدر أشيل لوزتين حتى لو في سن كبير في الأربعينات وفي الخمسينات، طالما بتعمل عندي مشاكل وبتهدد حياة الإنسان.